احنا خويا سبع سنين هادو احنا بغينا هاد الجامع ديالنا غادي تصلح ما عمرو تصلح. ومن الكياس هي الاخرى المحسنين كيعاونوا الدوله كتعطي الاموال كتخرج على هاد بيت الله وكتمشي في الجيوب ديالهم. علاش؟ ماشي حرام. الله يبين فيهم الحق، الله يبين فيهم الحق. والسيمة هي الاخرى داوها، الرمله هي الاخرى كتدخل هنا كتبان وكتخرج وكتمشي. الكياس كيمشي كي غايدير هاد بيت الله سيطلع. واش بغاونا نديرو بار؟ نديرو فيه بار، يكون بار كون صايبوه، كون قهوة كون صايبوها، حيت هذيك ديال فلان وفلان ما بيت الله ما بغاش يصايبوه. وحنا غنموت على بيت الله، راه الدول كتموت والناس كتموت في العراق على بيت الله، حتى حنا غنموت على بيت الله. والله يجزيك بخير، الله ينصر سيدنا. دابا راه محرومين من هذا المسجد، هذا المسجد كان خدام وعاود توقف. علاش يتوقف؟ علاش؟ اش السبب؟ وباقي جديد، راه ماشي معاك شي مسجد عنده 60 عام ولا شنو، راه 14 عام ديال باش تصوب وعاود ثاني هو في الانهيار. وتلقاو مشكل في قضيه الصلاه، الناس دابا كنمشيو لتلهيل التشارك باش نصليو، ولينا تلقاو مشاكل وداك الشيء كنبغوا نقطعوا، غاديين خايفين، والناس يعني المعاقين كندفعوهم وغاديين بهم، وهذا الشيء اللهم انا هذا المنكر. كنتمناو من الناس المسؤولين باش يشوفوا لنا في هذا المسجد، الله يجازيك. كرسينا خويا مبارشين بزاف، ما حنين دابا حنا المسجد كان عندنا اول متنفس ديالنا، كان الشباب كثر عندنا الدراري الشباب بدا كيدخل المسجد، دابا المسجد والشباب نفروا لنا من المسجد، نفروا لنا الشباب من المسجد. وبغينا الاصلاح ديالو في اسرع وقت، اصلاح فارق، لان المسجد شحال المسجد تصلح من وراه تصلح، وهذا المسجد باقي ما حنين. راه ب 2018 مسدود، 2018 وعطونا الصلاح، مده الصلاح هي 11 شهر، خاصو يكون مصلح في 2022، دابا راه 2024 وصارت المده ديال الصلاح. راه البلاكه اللي معلق المقاول والمهندس واللجنه الاقليميه راه معلقه كلشي البانو تما في 11 شهر، والناس تمحنات محاربه الاميه، علاش ما لقاو فين يديروا محاربه الاميه؟ ناس كبار وكتاب قراني الشباب ما لقاوش الناس فين تمحنوا، وتمحنوا الناس كيمشيو بعيد باش يصليو. دابا ولاد السيكتور، الدراري ولاد الحومه، الدراري ولاد الحومه والله العظيم اللي تيبغيو يمشي يصليو وداك الشيء وتنخافوا عليهم، كيمشيو حتى للتشارك. كتعرف التشارك مع حومه رشيد كيكون مشكل مع الضغط ديالو، يقدروا يضاربوا معنا يتشادوا معنا وداك الشيء. والله يجازيكم بخير، الا ما شوفوا من حقنا وصافي. السلام عليكم. هذا السجيد سيدي هذا هو الثالث في المقاولين اللي جا عندنا، هذا هو الثالث في المقاولين اللي جا عندنا، حطوا لنا بانوات، ثلاثه من البانوات، كيجي مقاول كيمشي، كيجي الاخر كيمشي، الثالث كيمشي. هذا قالوا بان الجامع محقور، ماشي الجامع محقور، الساكنه حاقرينها، الساكنه محقوره، ما عندناش فين نصلي، عندنا الناس معاقين، عندنا الناس كبار، كنمشيو جميع المساجد، ما كاينش شي واحد اللي داز. نطلبوا من المسؤولين الله يرحم الوالدين وجلاله الملك نصره الله عطى الانطلاقه للجوامع، بغينا ان شاء الله يصلحوا لنا المسجد. والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.